المستمعين والمستمعات غادي تكون شاعله مع مجموعه الاساوي او الاساوي للدقه الشعبيه والدقه المراكشيه تبارك الله عليهم، ولكن كاينه واحد الميزه خاصه انا شخصيا اول مره شفت فيهم هي معهم بنت كدير الدربوكة. اول مره كنشوف كي بنات عيسى، وكاين عدد ديال الاناث اللي كيخداتي الاناث مجموعه مي هي بوحدها في وسط الذكور قبطات الدربوكة. وبعد غنسولوها انا بعدا كنقول لها برافو برافو، لان ماشي سهله باش غادي تقبط الدربوكة مع وسيرتو الدربوكة ماشي سهله. بندير تعريجه الدربوكة خاصها تكون عندها لي بغا يعني لا 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 صحاح. تنشكروها وباينين اجي نقول لكم واش نتوما كتشابهوا كيكارطه كيفاش هاد القضيه هاد لاف والله بحال الروندا كتشابهوا ترينكا هذه واش خوت ولاد العم ولا كيفاش هاد لافير ولا ولاد حومه وحده وشي ام تحمات على الاخرى. انا ولدك بحالي برافو عليكم يلاه تكتشفوا معنا هذا الرجال الشباب الغزلان ديالنا اللي معنا في الدقه المراكشيه هما لابسين الاحمر كلشي اليوم اللي جاي لابس الاحمر تقول عندنا عيد الحب. انا غادي نركز لكم على البنت سير نايضه. ايوا ومرحبا بكم كبير